تم استهداف معمل غاز سويدي بست ضربات من الطيران التركي. بهذه الضربات تم خروج المعمل بالكامل عن الخدمة نتيجة تضرر دارتي التنشيف والتبريد في المعمل نتيجة هذه الضربات، علما أن المعمل كان ينتج 13,000 اسطوانة غاز منزلي يوميا توزع على جميع سكان الشمال وشرق سوريا التي تعدده يتجاوز 4 ملايين نسمة، وأيضا توليد العنفات الكهربائية وتزويدها ب 500,000 متر مكعب من الغاز المنزلي. وبهذه الأحداث خرج المعمل عن خارج الخدمة وتوقف الغاز المنزلي عن مناطقنا وأيضا الكهرباء. وفي حال إعادة المعمل إلى الخدمة يتطلب جهد كبير ووقت وتأمين مستلزمات وقطع تبديلية لإعادة هذه المنشأة إلى حيويتها وإلى عملها. لازم على والمئة سيارة عم تنقل لمناطق الجزيرة. 23 الشهر الطيران التركي ضرب المعمل، والمعمل هذا انتاجه لكل المحافظات بالجزيرة، من رقة لبنبج لكوباني لدرباسية عمودة قامشلي حسكة، كلها معتمادة على هالمعمل. وشوفت عندكم هالشوفيرية المساكين عم يطبخون وأكلهم وهالبرد وهالمطر اللي اجى عليهم، وصار لنا اليوم في ناس صار لها 7 أيام، في ناس صار لها 9 أيام و10 أيام، وخير والمعمل واقف.